أسرة كريمة ليهم بنتين، الأم حلفت يمين طلاق لو جوزها ساب الشغل وحقق مشروع حياته ما أعدلوا فيها، والحمد لله اتطلق. وبنت راحت مع مامتها، والبنت التانية وهي البطلة فضلت مع باباها بتكافح معاه بس متكحرطة وحزينة. فجدتها عشان تبسطها كانت مستضيفة يتيم عبقري في بيتها، وطلبت منه خدمة انه يكتب للبطلة جوابات كأنه معجب بيها بس باسم شخص تاني يدعى نامدوسان، اصله شاف اسمه بالصدفة في الجريدة قال يحطه. فالبطلة كانت طايرة من الفرحة وتروح تحكي لاختها في الاوقات اللي بتقابله فيها متفشخرة وهيصة، لغاية لما في مرة مامتهم اتجوزت راجل تاني غني، وعشان الفلوس مش كل حاجة اختها لما شافت العز قامت متبرية من ابوها واختها وغيرت اسمها كمان لجوز امها وسافرت بره. واول لما الدنيا فتحت في وش الاب اخيرا وتقبل مشروعه اتكل على الله ومات. فضلت هي مع جدتها، والرسائل الحاجة الوحيدة اللي كانت بتهون عليها عيشتها. اي نعم اتقطعت فيما بعد لما اليتيم مشي من عند الجدة وراح يدرس في الجامعة، لكن فضلت جواباته ليها ذكريات جميلة وعايشة حياتها على أمل إن هي تلاقيه في يوم. تمر سنين والبطلة لقت أختها بقت سيدة أعمال ناجحة وبتعايرها، إيه ده أنت لسه فقيرة؟ كويس إن أنا شفت مصلحتي فين ومشيت وراها بدل ما بقى في حالتك. فالبطلة قالت لها ده أنا عشت فلة وبعمل مشروع مع نامدوسان حبيبي وخربينها مع بعض، وهي عمرها أصلاً ما شافته. فأختها بجد طب ما تيجي معاه فعالية الشركة بتاعتي وخلينا أشوف، ولا أنت بتهبدي؟ فالبطلة طب صدقيني اللي جايباه. وفي نفس الوقت اليتيم رجع وبقى راجل أعمال ناجح جداً، وقال للجدة أنا مديون ليكي لو عايزة أي حاجة كلميني. فقالت له دور على نامدوسان الحقيقي عشان حفيدتي لسعت وقلب الدنيا عليه ومطفشة كل المعجبين بسببه. نامدوسان بقى كان طفل عبقري قلبه بسكوتية جدا، لدرجة انه لما دخل الجامعة ولقى الدكاترة بيعايروا الكبار من ذكائه قال يسقط قصد عشان محدش يزعل، فرجع للمدرسة تاني. كان بيحب في اي حاجة يخسر عشان الكل يفرح، فابوه وامه هيجيلهم جلطة منه. ولما كبر فتحوله شركة ليه هو واصحابه وهم تخصص ذكاء اصطناعي، فحبوا يشوفوا بقى كده فلوسهم بعد سنة من الاستثمار راحت فين. فلقوا فعلا ان ابنهم عمل برنامج هو واصحابه بيتعرف بيه على اي حاجة بسرعة الا يجي على وش باباه ويهنج وما يعرفش يتعرف عليه، زي ما انتوا شايفين كده في الشاشة كان بيقول على ابوه ايه. اهله طبعا سحبوا الاستثمار وهم بيطحنوه، اليتيم شافه في اللحظه دي وراح قال للجده ده كحيان وعدمان يا تيتا، كويس ان حفيدتك ما تعرفوش، خليها كده بعيده عنه احسن لها، هي عمرها ما تعرف تلاقيه اساسا. بس لقيته بطريقه ما، وقبل ما يتقابلوا اليتيم قفشه وقال له على اللي فيها وخلاه يقرا الجوابات وتحايل عليه يمثل يوم واحد بس ينقذ فيه البطلة مقابل مبلغ مادي. فالبطل قال له بلاها فلوس استثمر في شركتنا، قال لهم لا ما بشاركش في حاجة فاشلة اصلا. فالبطل قال له بلاها استثمار ساعدنا ان احنا نخش حاجة اسمها ساند بوكس، وده مكان بيدعم الشركات الناشئة. فقال لهم ده في احلامكم مستواكوا اصلا مش هيجيبها، مفعم بالطاقة الايجابية. بس نامدوسان عشان قلبه بتفوراية كده وبسكوتة في نفسه من قراية الجوابات حس بالبطلة قوي وراح يساعدها وجالها بكامل أناقته الحفلة بتاعت شركة أختها. البطلة أول لما شافته هبشت فيه ده أنا ما صدقت لقيتك، وشافت غليلها في أختها. اليتيم لما شافه استغرب قوي اللي هو أنت جاي من غير مقابل بتعمل عمل خيري ولا إيه؟ وبعدين
راح مديله عربيته الفخمة وقال له ما تلفش ووصلها البيت وما تشوفهاش تاني، لكن ده ما حصلش. البطل فسحها ولا كأنها عربية أبوه وولفوا على بعض بسرعة، واليتيم ساعتها كان مفقوع يا عيني. بعديها الكدبة بدأت تكبر. فجأة البطلة قالت له أنا جاية طب عليك في مكتبك، فاليتيم عمل بيته مكتب عشان مكتب نمدوسان الحقيقي خرابة شوية وهيطلع فيه سلاحف. فلما وصلت البطلة انبهرت قوي، اللي هو أيوة يا ابن الجنية، أنا هستقيل وش وأعمل شركة خاصة بيا وأبقى ناجحة زيك زين ما اختارت، زي ما تكون بتحسد اللقرة على شعره. وقدمت في ساند بوكس. المشكلة إن البطل وصحابه مقدمين هم كمان، اللي زاد وخطة أختها لما عرفت إن جوز أمها هيشنكلها من الشركة ويعين ابنه بدلها، فاستقالت وقدمت هي كمان في ساند بوكس، وكلهم ما شاء الله اتقبلوا. وبعد اختبار سريع البطلة واختها نجحوا ان هم يبقوا رؤساء تنفيذيين ويختاروا موظفينهم، ومرة واحدة لقطوا دوسان وصحابه. فاختها بقى قالت لها هو ده بقى لغاني الفحل الشيك من فوق لتحت. فالبطل اتحرج من نفسه قوي واعتذر للبطلة عشان كدب عليها وهو فقير. المدهش ان البطلة فرحت قوي انه زيها، وده هيبقى رفيق حياتها ويشتغلوا مع بعض، فعرضت عليه يبقى من موظفينها. قامت اختها قدمت نفس عرضها ليه عشان هي واحدة ناجحة جدا واكيد مش هيرفضها، بس البطل واصحابه اختاروا البطلة وفقعوا مرارة اختها. وفي أول منافسة البطلة اقترحت برنامج يكشف الخط المزيف، بس فريق أختها اتصنت عليهم وعملوا برنامج مضاد غطى عليهم، بس هما الاتنين نجحوا في الآخر وفازوا. البطلة لما بدأت تشك في تصرفات اليتيم راح نمدوسان قال لها هو بيساعدني كتير عشان احنا أكتر من إخوات توأم روحي كده، لأنه خايف لو عرفت الحقيقة تسيبه، مع انهم هما الاثنين ما بيتقوش بعض. واول لما كان المفروض يختاروا مشرف على فريقهم، البطلة ثابت واحد عالمي واختارت اليتيم الابطال اللي هو ليه معلم. فالبطلة مش انتوا اكتر من اخوات؟ ساعتها البطل اللي هو كان ينشل لساني قبل ما اقول كده. وما شاء الله في القعدة الاولانية مع اليتيم دخلوا في خناق مع بعض عشان الاسهم، وكانوا هيتفككوا، وهو قعد بقى يقول لهم انتوا اصلا مش نافعين ولا هتنجحوا، وقال للبطلة انت فاشلة، ادهم حافز ابن لذينة. بس الحمد لله ربنا هديهم ورجعوا تاني. البطل كل ما يحاول يقول للبطلة الحقيقة تحصل حاجة تخليه يرجع في كلامه، وهو واليتيم بدأوا يتنافسوا عليها بشكل علني. يعني مرة في بيتها مع جدتها كانوا بيتخانقوا مين اللي يبين مهاراته أكتر في تغيير لمبة الحمام وشوية مهام. الحلو إن العيلة استفادت من وجودهم في البيت. وبعد لما البطل لقى الجدة بصرها بيختفي، جات له فكرة ان هو يعمل تطبيق يساعد كل ضعاف البصر في حياتهم. البطلة راحت لجوز امها عشان المفروض شركته بتدعم الشركات الناشئة، بس طلع بيستغل الشباب وما فيش الكلام ده، وقعد يلقح عليها بالكلام وقال لها كان المفروض تختاريني زي اختك بدل حالك الميؤوس منه ده. فالبطل ما استحملش وكسر له المكتب. في وقتها البطلة اتعلقت بيه جدا، وطلعت البطلة بلوى مسيحة، كانت مسجلة لجوز امها كل حاجة. فهددته قالت له استثمر معانا يا معلم مقابل اني ما افضحش استغلالكم للبشر. ولقينا فجأة جوز امها بيقول اخواني احنا كرجال اعمال لازم ندعم الشركات الناشئة بدون شروط، ده عمل خير يا جماعة، بتتكلموا في ايه؟ بس للأسف في مرة البطلة خدت موبايل جدتها بالغلط وشافت ان اليتيم بعت لها رسالة، فقفشت ان هو اللي كان من زمان بيبعت لها رسائل، وما بقتش عارفة هي ايه بالظبط ولا حبت مين. انا وقعت في شلة كدابين. فخدت قرار ان هي تفصل مشاعرها عن الشغل، واكن مفيش اي حاجة حصلت قبل كده.
الحلو ان هما في المنافسة التانية فازوا على كل الشركات، وتحسوا كده ان احنا اللي نجحنا مش هم. والخير فتح في وشهم وجالهم استثمار رهيب من شركة كبيرة، وهم عاملين نفسهم تقال اللي هو سيبونا كده شوية ايام وهنفكر في عرضكم، وهم من جواهم بيزغراتوا. وفي وقتها البطلة كان باين عليها قوي ان قلبها ميال لدوسان، بس حصل ما لم يكن في الحسبان. بعد ما مضوا مع الشركة الكبيرة اتضحك عليهم، والشركة خدت البطل وصحابه المطورين بس، ورموا البطلة وبنت كمان. فبكده شركتهم اتفككت. اليتيم دخل عليهم بقى ورفع روحهم المعنوية، لوموا نفسكوا، ما انتوا لو بتراجعوا العقد كويس ما كانش هيحصل كده. اتقبلوا الامر، مفيش فايدة، طريقكو مسدود مسدود مسدود. البطل حاول ان هو يرفع قضية على الشركة ويفسخوا العقد، بس البطلة جات له في يوم عيد ميلاده وجرحته قصد، وقالت له روح شوف مصلحتك انت واصحابك وابعد عني، وانت عامة مش الشخص اللي كنت بتكتب لي الرسائل عشان تتمسك بيا اساسا. وثابته ومشيت، كانت بتحاول تأذيه عشان مصلحته. وتفككه وقدمت هي في شركة اختها عشان عايزين موظفين، ومع الوقت نجحوا بشكل كبير. البطل واصحابه سافروا 3 سنين واشتهروا بطريقة فظيعة كمطورين، ونجحوا نجاح باهر. واليتيم بقى ده كان بأس، يعني في 3 سنين عدوا بس ما اعترفش للبطلة بحبه، فيستاهل بصراحة اللي يجرى. شركة البطلة حصل لهم هيك بسبب ان المطورين الاساسيين للشركة بالاتفاق مع جوز الام عملوا كده عشان يفشلوا البطلة واختها. ساعتها البطل كان رجع من السفر وحالف انه ما يشوف البطلة دي ابدا لانه مجروح، بس الطبع غلاب. بسكوتة يا جماعة راح لها واصحابه كمان جيهم معاه وانقذوا الموقف. اخت البطلة قالت لها اعرضي على الابطال ان هم يشتغلوا في شركتنا، لكن كانت ردة فعل البطل انا مش عايز اشوف وشك تاني، انا لما صدقت احاول اتجنبك. كل ده عشان اليتيم لمحله انها على علاقة معاه، وعشان البطل ينساها راح رحلة شاقة بعيدا عن اي حد، بس هي تسيبه لا، وراه تتمرمط اتمرمط معاه لغاية ما اقنعته، وهو قلبه طيب يعمل ايه. الأبطال كلهم نجحوا مع بعض وعملوا برمجة ناجحة جدا لعربية بتسوق لوحدها، وعلى الرغم ان هم واجهوا مكائد كتيرة الا بعدها دخلوا بنقصة كبيرة. هم قالوا احنا هنخشها على اساس الخبرة مش ان احنا نكسب، وقعدوا يترهنوا مع بعض احنا استحالة نعدي، ده انا هوزع عربيات رياضية على كل واحد انفلحنا، والتاني انا هغرقكوا فلوس، والتالت ده انا هحلق لكم قرعة. والبطل قال لو فزنا هيتقدم للبطلة، وهم اللي كسبوا المناقصة، والابطال اتجوزوا وعملوا شركة ما حصلتش. وفرحتنا بالنهاية كانت كبيرة، لان فجأة حسينا ان احنا نجحنا معاهم. معرفش ايه علاقتنا بالموضوع، بس احنا حاشرين نفسنا وخلاص. ده حساب مصري على الانستجرام بيبيع كل ما تتخيلوه من المنتجات الكورية، سواء اكل، ميك اب، لبس، فاللي حابب هيلاقي رابط حسابهم تحت في الوصف. وكمان دي قناة عبارة عن منوعات. اما عن اسامي بانزي الجميل، بسنت ناصر، يارا فوزي، امل يوسف، طيبة، مريم، زهراء، نور الفواطم، نور الهدى، حنين، بسملة مصطفى، مريم، فرح، هيا، رنا بهاء، ندى حسين، شيماء حسين، وشروق. اما عن الرسائل فاسراء وهدية بيقولوكوا يا جماعة دعونا قوي عشان نعدي الامتحانات على خير. وشهد محمود عندها يا جماعة بطولة كونج فو النهاردة، ربنا يوفقها، ياريت تطمننا عليها وندعي لها. ومايا علي بتقول يا جماعة ممكن تدعو لأختي تجيب تقدير كبير في الثانوية العامة وتدخل كلية هندسة. وبراء بتقول لأختها ناريمان ربنا يخليكي ليا. ودعاء علالي بتقول لآية وفايزة انت اخواتي
اللي ما جابتكوش مامتي، وكانت معكم لبنى ماجد ودينا عويضة من قناة كوريا أنيونغ.